ريحه الارنب زينه جوا مناع. انا خايف لحسن ديب يشم ريحته ويهجم علينا. الديابه تخاف من النار، ولو جه ديب همسك سيفي واشقه نصين. هو انا هديله بالخنجر بتاعي في قلب الديب. بعد يدك عن الارنب، انت اتخوت. اعمل ايه يا مناع؟ بس انا جوعت قوي. هو خلاص استوى. قوم هات لنا ورقه من اي شجره نفرشها على الارض وناكل عليها. يا ابوي عليك، ما انت نص وانا نص وخلاص. ونحرق يدينا ليه؟ ها يا ابوي على جبنك. خلاص انا هقوم اجيب الورقه. هات السيف. وعايز السيف ليه يا جريء اللي ما بتخافش؟ يا غباوتك، عشان اقطع بيه من الشجره. هات. يا سلام لو في شويه ملح كان بقى طعمه حلو قوي. ده يا دوب يكفيني لوحدي، ويا ريته يشبعني. ايه ده؟ تبك ليه يا وقت؟ ارنب صدنا انا ومناع من عند العين. يا لهوي الواد سخن مولع محموم، شوفوا كده يا بنداري. اتلاقيه وقت هوا العين. تعال يا واد تعال. مش قادر يا ابوي، بطني بتوجعني. اه وريني. الواد مسموم. قرصتك حاجه؟ لا يا ابوي. هيا عقرب. بقول لك ايه، اعملوا له الخلطه وخليه يشربها وكلفه وينام، هيقوم طيب. والسم هيجيله من وين بس يا بنداري؟ يمكن من الخنجر اللي سرقته انا ومناع من وسط الاثرات وقطعت بيه الارنب. وريني هاي وريني. ايه دي تسوى شيء وشويات، ولا خنجر الملوك؟ يبقى تسمم الخنجر ده يا بنداري. يعني ايه يا عمي؟ هموت من سم الفراعنه؟ لا يا حبيبي لا، هتموت من الضرب، عشان اي نوبه تانيه تسرق حاجه ما حدش يشوفك. يلا غور غور. ترى انت ايه اللي اخرك مناع ولد اخوي؟ ده انت عمرك ما عملتها. دلوقتي يجي يا عم ناجي، ما تقلقش ربنا يجيب العاقب سليمه يا ولدي. ايوه يا خواجه بني، اسمعني بسرعه، الشبكه ممكن تسقط ومش عارف اكلمك. ايوه جاهز، هنطلع بالجمال من الفجر وهنوصل على المغرب. عايزك تكون جاهز برجالتك والفلوس اللي اتفقنا عليها.
ايوه ايوه عملت كيف ما قلت لي؟ مش ناقص اللي والد عمك مناع ربنا يرد غيبته ويعاود بالسلامه ان شاء الله. زرع يا سنادي هنفضلوا مستنيين مناع لغايه متى؟ عاملين كيف البهايم اللي مستنيين حد يسوقها. اسمع يا همام، لو تعرف تعمل اللي بيعمله مناع صاحبك اتفضل اعمله من سكات، بس على الله ما تضيعش شقانا وتعبنا هضر طول السنه وترميه في يد الحكومه. ياكش فاكر ان مناع هو اللي بيوصلنا لبر الامان؟ لا يا كبير ناسك، بركه في الخواجه هو اللي بيخطط له طريقه. في عربيه هناك وتعبنا وصل ابوي. نعم وصل انزغلتوا اضرب على النار يا ولد. ورياض يا زرزور. ايه يا سي مناع؟ غطي العربية وخلي ده معاك. حاضر. مين الجاموسة والجاموسة اللي كان عم يضرب نار من غير لازمة؟ ايه؟ معايا ينطق؟ اخرسي يا. انا راس مناع واللي امر لي راس دياب. يحرق جابه اللي جاب ابوك. اسمع يا دياب، طول ما انا مسؤول عن سلامتكم كلكم ما احبش حد يدي اوامر غيري، واللي مش هيمشي تحت طاعي هقتله مهما يكون مين. كده مناع هدفعك تمن الحديد ده غالي قوي. ودلوك وقدام ناسك كلهم، يا اما الكل تحت طوعي واوامري يا اما نقسم البضاعه وكل واحد يصرف نفسه. قلت ايه يا ريس دياب؟ ماشي يا مناع، هطاوعك المرة دي بس هكون آخر مرة. خير وبركة. ودلوك يا رجالة لازم تعرفوا ان في القبض علينا موت واعدام لنا كلنا وخراب للنجع. عشان كده لازم النهاردة تسمعوا كلامي مرة واحدة في السنة لحد ما نصرف البضاعة ونرجع مجبورين بأمر الله. تعهدوني يا رجالة؟ الكل يجهز نفسه، هنطلع مع أول خيط نور وهيكون من طريق جديد عشان يبقى أمان بإذن الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. ربنا يغنمك السلامة يا ولدي. يا أخي على كد مرارته على كد ما بيصلب الظهر ويخلي النفر مننا عافي عافي. يا راجل فوق بقى ايه وانت عاد فيك ظهر ولا بطن؟ بطن دي ولا مش بطن؟ يا راجل اختشي عيب عيب، اختشي غطي نفسك امال. مش انت اللي بتقول بطن دي وبصوره كمان؟ اختشي يا من داري. ايه في ايه؟ بقول لك ايه، هو دياب اخوك مناويش يجيبها البر؟ ما تسألوا انت، بتسألني ليه؟ قوم قوم روح على بيتك، ما فيش منك رجع. يا ابوي يعني روح اعمل ايه؟ اقعد وسط الحريم والعيال؟ دياب خد الرجاله كلهم. طب قول لي دياب ناوي على ايه؟ ها ما دام بيعمل الاستعدادات دي كلها يبقى ناوي على نيه سودة. دياب قال لي ان النبادي لازم ياخد حقه مهما حصل. ما دام الطمع دخل قلبه يبقى ربنا يستر. الهمة شوية يا رجالة. الله عايزكم تطلعوا البضاعة كلها وتدخلوها الجبل، بعيسه يفضل غير شوال واحد، شوال واحد اللي هنعين منه البضاعة. كله تمام يا عمي. خلي بالك منا يا ولدي، أنا شامي من جهة البندرية ريحة غدر وخيانة،
تخافش يا عمي، انا مأمن نفسي. المغاره دي ليها باب تاني في ظهر الجبل، ما حدش عارفه غيري، عامل حساب لاي خيانه. همام، اظن مناع عمل اللي عليه لغايه كده، ما ليش لازم يعمل علينا كبير تاني. شوف يا عمي، لو ناوي تغدر بمناع يكون في علمك انا مش هكون معاك. ايه صاحبك اقرب لك من عمك اخابوك؟ انا ما قلتش كده، بس احنا تعاهدنا على الحلوة وعلى المرة، وانا قلت لك ان الخواجة عمل معايا اتفاق هيحطنا انا مطرحه. يبقى خير وبركة، بس من اول الزرعة الجديدة. ما احنا متفقين من الزرعة اللي فاتت، ودينا صبرنا لغاية ما جه وقت الحساب الليلة. شكلهم هم ملمومين حوالين ديابك ده، كأنهم بيدبروا الحاجة عفشة، أو كأنهم كمان عايزين يتخلصوا مننا. آه يا عمي، حاجنا مضمون في النهاية. وبعدين انت قلقلي، كل أشواء والخواجة بين يجوا مع العربيات، وكله حيبان في النهاية. ولأن قلبي حاس إنه في اتفاق تم ما بين دياب وبين الخواجة. أيوه. بس هيروحوا فين؟ هيجي فوق راس اللي جابهم. النوع تعمل إيه عندك؟ سامح، حس عربيات جايه من بعيد، بس لسه ما شايفش حاجه. قلب لهم بالبطاريه اللي معاك، ادهم اشاره ثانيه. وكيف تأمن الخواجة إنه ما غدرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر، الخواجة قال لي إنه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت إن مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه، العقل بيقول كده، لكن حرام يتهم الناس بالباطل. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت متحدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي المطرة. نصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف ببيع الطن بكامل معلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من وراي. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني أجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت أمرك يا خواجة، ومن دلوقك اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وأنا سلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، إن شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد أهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لأبوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري، راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نرجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها هتدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نرجع. جهزوا نفسكم يا رجال نعاود عن نرجع. معلش يا صاحبي، ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجة ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وبقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا يا رجالة، يلا يا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي
ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا عرعر اوعى سعدور، ده شوال عينة خواجة لاجل ما تعاين البضاعة وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن احلى حشيشة. ما نعرفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا انا عارف كل حاجة، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجالة بقى يحملوا البضاعة في العربية. عرعر حط الشوال ده في عربية الخواجة، وانت يا سعدون قول للرجالة يجيبوا البضاعة من هناك. يلا. لا فيش حاجة هتتنقل غير لما استلم الفلوس وعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجة، كل الرجال اللي انت تشوفهم دول في طوع انا مش في طوع عمي. بسيطة يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. قلبي مش مطمن يا وجيدة، حاسس ان فيه نصيبة حتحصل. ما تقولش كده، امال كفل الشر. مناع ولدي راجل وعقله زين وبيعرف يتصرف. وش يعمل التصريف مع الخيانة؟ مناع ولدي كرويح وهو متأكد من خيانة دياب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص يا كبير، وصلت الرئيس بن داري لحد باب بيته وسلمته لمرته عقيلة. فت عشونا زي ما قلت لك. فت ولقيت الحراسة 10 تنفار مفنجلين عينيهم، قلت لهم الكبير محرج عليكم كيف طول الليل. ربنا يستر يا جيدة، ربنا يستر. يلا اعمل لكم امه يا رجالة، عايزكم انتم ماشيين تطلعوا من طريق التبل فوق، عربياتهم ما تقدرش توصل لكم. انا بقول نزودوا عدد الرجال اللي هيهجموا معانا. وانا بقول لها يا عمي احنا كفاية، بس ما حدش يضرب نار غير لما اقول له. خذوني معاكم يا ابوي، انا قده وقدود. اسمع الكلام يا واد عمي، خواجة بني بقى خطر علينا كلنا، ولازم يموت هو ورجالته. انت توقف مع الرجالة ورا التبة، وعاك تتحرك مهما سمعت من ضرب نار. واحنا هنمشي منين يا ريس مناع؟ هنطلع من الفتحة التانية للمغارة من هناك، وحنفاجئهم نعمل لهم كمين قبل ما يكشفوا الملعوب. اتشاهدوا يا رجالة وتوكلوا على الله، ولازم تعرفوا انكم بتدافعوا عن قوتكم وقوت عيالكم. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين. اتوكلوا على الله. وراها يا رجالة. فلوس دي نقص 20,000 جنيه. يا سيدي اعتبرهم تمن الدروس اللي هتاخدها انت وعمك، خليهم يشهلوا التحميل بقى. دقايق يا خواجة وبضاعة تتحمل، ما تدقش عادي يا همام. يلا يا رجالة البندرية، اركن سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعة. يلا نروح نحمل الفلوس. همام يا رجالة. معلش يا خواجة، تزعلش من همام والد أخوي، لسه صغير برضك. يلا رجالة همّوا. المجموعة دي تطلع من يمين الجبل هناك، المجموعة دي مع عم ناجي هتطلع من فوق وتلاقوني عند فتحة الجبل من الناحية الثانية. مجموعة الجمال عالتبة فوق. يلا رجالة والباقي يجوا ورايا. يلا يا واد هم شوية هم. يلا تلحلح يا بو، اربط الشالجين. ايه ده يا دياب؟ سلامة الشوف يا خواج. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنتين دي حنا صح يا رجاله. اكشف على باب الباب. ارمي سلاحك، ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب من سلاح، وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجه، انا محروق اكتر منك. وانت حسان اضحك علينا، ادينا سلاح واحنا نحصلهم ونخلص عليهم.
ولا ابن اخوك يرجع تاني لا طاير نفوخك. طيب طيب هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. مالك خواجه زرارك ايه؟ خد فلوسكم ايه؟ ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم، الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقولك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه، احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكو معلم الادب جدع ده، يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه، ما فلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. قول واحد بسرعة. دور على مين يوصيهم يشوفهم قتل ولا لا. الخواجه مين يهرب وما خدش فار عمي يا مناع. لو كان هرب تبقى مصيبه، ده خطر علينا كلنا، لازم اقطع عليه الطريق باليمه الثانيه وخالص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول الناس اللي اتصابت عن ناجي وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي، ما تخافش، اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع خذني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعه. كانت هتتقتل يا ولد ابوي. الحمد لله على سلامتك اخوتي. هنروحوا كلنا في شربة مية. يا مري يا ناجي ناجي هات
اخوي. تعال اخوي. كيف حياتك يا اخوي؟ تبقى قلناها ولدي ولدي مناح معاك يكون صار وشر. لا مناح بخير وطمن يا اخوي. ليش يعني انه هو صمم يقتل خواجة؟ عشان هو شايف انه لسه خطر علينا، بس احنا قتلناهم كلهم. من قتل دول؟ معاك يكون حد مننا. اللي اتصابوا والقتلوا كانوا من البندرية مش مننا احنا، بس احنا برضو نجدناهم عشان ما نشيلش همهم ولا ذنبهم. خير خير عملت. ربي يجيبك بالسلامة يا ولدي، ربنا يجيبك بالسلامة. طمن على مناع، مناع ده بميت راجل. ايه تعمل الرجولة وحدي في الصحراء تحت الشمس؟ وداي تفوتني برضك أخوي؟ أنا فوت له في الصحراء أمانة، قادر ربي كريم يوصلها له وتنجده كمان. طمن أخوي. قادر يا مناع اخوي، مش قادر. مش قادر، مش قادر يا مناع اخوي، مش قادر. ربنا يستر، البوصله ضاعت وادينا بنلوش. لما الجمل اللي اسمه الجمل تعب، امال انا اعمل ايه؟ عشطان يا مناع اخوي ومش قادر اخذ نفسي. اصبر يا همام، نعدي المنطقه دي ان شاء الله هنلاقي حاجه نصطادها، ولا حتى نلاقي وكله للجمل. مش هنوصل يا مناع، قلبي حاسس ان احنا مش هنوصل. الجمل خلاص تعب وقرب يبرك وانا مش قادر. بص يا همام، شايف اللي انا شايفه؟ شايف ايه؟ انا مش شايف قدامي اي حاجه. في جمل بارك هناك. ها فين؟ الحمد لله. يلا ميه. يلا الحمد لله. الجمل ده بتاعنا، انا عارفه كويس. الجمل ده بتاعنا، نعرفه زين، هو يعرف الطريق. فجرين. امسك نفسك يا صاحبي، امسك نفسك يا صاحبي. قادر يا مناع. قوم. قادر. قوم يا صاحبي، ما تخافش. شربني ميه. قومش. ميه اوعى تروح مني يا صاحبي. عايزك تبقى ناشف وتتمد. اوعى تروح مني يا همام. انا زين، انا زين يا مناع اخوي، بس امان عليك يا مناع. لما يسالوك في النجح قول لهم ان انا قتلت اللي قتل عمي، قول لهم ان انا قتلت الخواجه مناع. الله يعيك. خافش يا صاحبي، بس انا عايزك تجمد، تقوم اجدو عشان تقول لهم انك خدت الطار عنك. ايوه ان شاء الله نريح الجمال شوية ونرتاح ونعاود على النجح. قبل العشاء هنكون وصلنا. ما تنساش يا اخوي، انا اللي خدت الطار عمي. تعال تعال فضل، انا اللي خدت الطار عمي مناع.
لك مرة. ولدي الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك مناع ولدي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابوي. هلكت. ألف الحمد لله على السلامة يا مناع. الله يخليك يا عمي. أنا كنت متأكد إن الأمانة توصلك. وصلت وصلت وكله تمام والحمد لله. قول يا ولدي، قتلت الخواجة ولا لا؟ لا، أنا اللي قتلت الخواجة وخدت الطار عمي. بقى في حياتك يا ابوي. عمك ما ماتش يا ولدي. عمك بخير. عمي ما ماتش. ما ماتش طالما عمك ما ماتش. ما تقول لهم الحقيقة. ايه الحقيقة؟ الحقيقة ان انا قتلت الخواجة. مش مهم يا ولدي مين اللي قتله، المهم ان احنا خلصنا منه. تعال يا ولدي روح بيتك، امك متوحشاك بتدعي لك طول الوقت. على السلامة يا ريس منا. الله يخليك. على السلامة يا ريس منا. ازيك يا شوقي؟ على السلامة يا ريس منا. على السلامة. مناع اللي عمله زي اللي عمله همام، الاثنين اخوات. قول لي همام، كيف قتلت الخواجة؟ شوف ابوي، انا اول ما شفت عمي اتصاب دماغي طقت، رحت شايل الرشاش بتاعي وجريت ورا الخواجه، لقيته خاف مني وركب عربيته وهرب. ولحقته؟ طبعا ركبت على الجمل وشبط فيه مناع، قال لي لازم اجي معاك. خليك يا مناع، قال لي لازم اجي معاك. قلت له تعال، خدت وراي على الجمل ومشيت من طريق تاني لغايه ما بقيت بصاد الخواجه وفتحت النار عليه لغايه ما خليته هو والعربيه بتاعته كتله نار مهوجه. الحمد لله على السلامة يا ولد. الله يسلمك يا ابوي. يا عنطر، يا عنطر زمانك انت. الله يسلمك. بعد اللي حصل من الخواجة وبعد الخيانة والغدر ما دخلوا قلوب أهل النجا وبعد ما خسرنا ثلاثة من رجالتنا، أنا شايف إن زراعة الحشيش زي ما كسبتنا فلوس كتير لكن زرعت بينا الحقد والغل. عشان كده والنيابة عن أهلي مش هنزرع حشيش تاني ولا نتعاملوا بيه. ولدك هو اللي ابتدى بالخيانة يا كبير، ولولا إن حط للخواجة حنة بدل الحشيش كان زماننا بعنا وربحنا. انت اللي بدأت بالخيانة لما اتفقت مع الخواجة وعشمك تبقى الرئيس. انا طول عمري رئيس، لكن انت اللي كبرناك وعملناك رئيس علينا اسلكتنا، وكنت بتتفق مع الخواجة على اتفاق قدامنا وفلوس تانية من ورانا. هو اللي عايز امر بيخبي دقنه. طبعا اتفق معاك من ورايا وما كانش يجرؤ يعمل كده، اللي لما لقاني عرفت انه بيبيع بضاعتنا بضعف تمنها لتجار مصر. انا كنت عملت ايه يعني؟ أنا طلبت الزيادة قدامكم كلكم، ولو كنت حرامي صح كنت وافقت بالسعر اللي انت وافقت عليه. كان لازم نفهم من الأول، مش زي الأطرش في الزفة. شايفين الخواجة عمل ايه؟ زرع الشك جواكم. عشان كده زي ما قلت مش هنزرع مخدرات تاني. وحتى كلمنين يا حسان، نصيبنا من الأرض هنزرع وخضار لينا وأكل البهايمنا، وإذا الأرض ما كفتش هنشتري أرض خارج النجع نزرعها، وإن شاء الله الوكل يكفينا ونعيش في أمان وراحة بال. إحنا هنزرع أرضنا حشيش وأفيون ومعانا عيلة عبادي،
ومحدش من عيلتكم يخط أرضنا. وكمان نقسم الفلوس اللي خدناها من خواجة، أنا عددهم بيدي، ناقصين 20,000 جنيه. وماله همام، نقسم كل حاجة بينا، بس نفضل إخوات وحبايب ورأينا واحد. وأنا هعيش في المنطقة وأشوف مستقبلي، وأما توحشوني حاجة زوركم زي الضيف. وتهملني يا صاحبي؟ هتفضل طول عمرك صاحبي يا همام، وطول عمرنا خوات. هتوحشنا يا اخويا، هتوحشنا يا اخويا، ربنا يحببكم ببعض. هي دي يا اخوانا المحبة والمروءة اللي لازم تكون بين اهل النجع كلهم مهما اختلفنا. شوف يا ام جميلة، سعدون جوزك الله يرحمه واد عمي غلاوته عندي من غلاوة دياب اخوي. والعيار اللي صابه عند ابوي كان ممكن يصيبنا انا. مقدر ومكتوب. مش معنى انا بعدك بالجواز ان انا مش حزنان عليه، لا والله العظيم لا. انا الحزن في قلبي هيفضل معاي طول عمري، لكن المصلحه، مصلحه العيله ومصلحتنا، انت من متجوزه دي؟ الله يرحم، كان نفسه يجوزها همام. من جوزهم حيرتاح ويفرح في تربته، وبعدين بيتي وبيتكم حق واحد، تخش وتطلع وقت ما انتوا عايزين. وفي نفس الوقت محدش عاد يقول الكلام العفش ده عن ولدي همام والنسمة اللي ما جس عليها الا الرحمة دلك. رحمة؟ رحمة ايه يما؟ نسمة ماتت؟ عم ناجي ذبحها الفجر وغسل عارة، ناس كتير شافوها خدها على الجبل وعاود بعد ما قتلها ودفنها. بس ما اتقتلت؟ ليه؟ ليه يا بوي؟ نسمة شريفة، نسمة عفيفة، ليه يا بوي؟ قتلوها ليه؟ من الناس صالح يا ولدي، من الناس صالح. من الناس صالح كيف يا بوي؟ من الناس صالح كيف؟ همام، همام! ده مجهور على موتها، أمال هتجوزني ليه؟ وبعدين معاك يا عروسة، هو حزنان عشان نسمة ماتت ظلم. طب وكلام الناس يا ابو همام؟ انت عارفة هم متربيين مع بعضهم هم صغيرين، مش بيحبها ويعشقها وكلام الماسخ ده. ايه اللي عملته ده يا همام؟ اتحمل ابوك بيتحدد وتمشي؟ ايه الجبروت ده يا عمي؟ احكي له عليه، رحت له وقلت لهم انها شريفه، وقلت لهم اني كنت بتحدد بعد كيف اختي. ليه؟ ليه يا عمي؟ قتلوها ليه؟ وهو بيحب جميل وعايز يتجوز جميل. انت بتعمنا من لحمنا ودمنا، فتكم منها. انا عارفة هعجل بنتي كيف. المهم دلوقتي يا كبير، بنتي هتتجوز همام وتعيش معاه فين؟ فين يعني؟ في بيت واد عمي سعدون الله يرحمه. البيت كبير وواسع وساعكم كلكم، ويبقى كبيركم وراجلكم. لا، انا احب اكون حرة في بيتي، لا احب اضايق حد ولا حد يضايق علي. واخد بالك يا ابو همام، رايدة بنتها هتعيش هنا، كان البيت ناقص حريم. الواد اولى ببيت ابوه، احنا تربينا على كده. وبيتكم يا ام جميلة يقعد كده من غراجة؟ هيقعد بيتي مفتوح لبنتي وهمام، يزوروني وقت ما يحبوا ويطمنوا علي. وحسك في الدنيا يا ابو همام. خلاص يا ام جميلة، جهزي بنتك الخميس الجاي وحنزفها وندخلها هنه مع همام في قطه. ربنا يتمم بخير، فوتكم بعافية. يلا جميلة. عافيك يا اختي. سلام يا سلام يا عروس. يلا يا جميلة. سلام يا مرات ولدي. هتقول الشاي برا في الهوا الا انا اتخنق. شفت المرة معين غليظة؟
قال عايزة بيتها تعيش هنا. طب ده بتساعدونا وصع من بيتنا. بتوسع لنفسها طريق تلقيها عايزة تتجوز بعد العدة. وده مين اللي يرضى يتجوز المرة الناشفة دي؟ اللي طمعان في بيته ويش تساعدوه. ماشي يا مو جميل، بس تفوت الجوازة دي وانا اللي حميل بختك وقفلك. سامحيني يا نسمة، سامحيني يا حبيبتي. انا جمال استحقش حبك ولا استحق انك تموتي بسببي. سامحيني يا ضي عيوني، سامحي يا قمر ليلي الاسود يلي من بعدك حشوف غير السواد. سامحيني، سامحيني يا حب عمري كله. تعال يا بن داري، تعال يا ولد ابوي نشرب ونتسلطنوا. فوتك من الافيون اللي هيهد حيلك ده. الافيون ده مزاج وعلاج، الحشيش ما بيظبطليش دماغي. الحشيشه دي زينه وهتعدل دماغك، ولو دماغك ما تزبطتش ابقى خد لك سنه افيون واحنا يعني هنشتروه. ما هذا موجود وده موجود والخير كتير والحمد لله. ما قلت ليش يعني أجاب عن الصفه ونصبه في الحشيش كيف؟ الرجاله عايزين حقهم عرقهم. رجاله بيقولوا يا كبير ادونا حقنا حشيش ونبيعه. حقنا حشيش ونبيعه؟ دول كذابين. النفر منهم لو صادف ونزل البندر بيمشي يتلفت حواليه خايف الحكومة تعكشه. فاكرينه ما ينزلوا البندر يسرحوا بالحشيش ليه؟ فاكرين ملوحة يا كبير الزاد ما دخلش بيتهم ليهم أسابيع. دبرنا جاب والعمل يا أخوي. أنا اتفقت مع واحد من العرب اللي بيمروا علينا، قال إن هو في طريقه بيعدى على عيلة السمان وهم أغلبهم تجار مخدرات. اديت عينه يوريها ليهم. عيلة السمان بتاع الصمتة ولا بدر السيوب؟ معرفش، هو قال لي هيعاود بعد اسبوع ولا عشر ايام ويرد علي. طب عرفتش عيلة حسين عملت ايه في نصيبها؟ ايه بعته يعني وبكام؟ وهم دول هيغلبوا. ما مناع عارف كل تجار المخدرات اللي في مصر وبيتفق معاهم. أمال هم الخواجات كان عايزين يحطوني مطرح عليه، ما هم كانوا خايفين منه. يا خسارة، كان نفسي ولد همام يبقى زي مناع زكاوته. أنا فت وصاحبه سنين طويلة عشان يبقى زيه، لكن صاحبه عشان يعشق أخته. ما تشغلش بالك بهمام يا أخوي، ديت هيتجوز وانا هستلمه واخليه راجل وهموت قلبه الرهيف ده. عايز قلبه حجر صوال وغلاوتك عندي يا ولد ابوي اللي خليه يحط ولده الصغير تحت رجليه ويفعصه من غير ما يحن. الايام اللي جايه عايزة رجالة بقلب حديد. لازم نسبتوا لعيلة حسان ان احنا نقدر نزرع الحشيش ونبيعوه من غير ما نحتاجوا له. تصدقت لهم حيبطلوا صحيح. اللي يدوب مكسب الحشيش ما يقدرش يفوت ابدا، انت عارف كل حاجة. حتى لو بطلوا يا اخوي، حتى لو بطلوا خليهم يستغنوا، احنا مش هنبطلوا. ونبقوا احنا الغناي وهم الشحاتين الفقراء وندوسوا عليهم برجلينا. المهم الاول جوازة همام التم. يكون في معلوم الجميع اللي هيجيب سيرة نسمة مرة تانية هيحصلها. دي حكاية انفضت خلاص. احنا بنتكلموا عن طارنا عند البندرية، ما هو مش معقول نقبل ان بيتنا تبقى تحت التراب واللي غواها بيتجوز ويتنى. ده ما يضيش ربنا. شاهين مالكش صالح، البت بتي والطار طاري وانا اللي اقول، ما عايز حد يتكلم في الموضوع ده. طب ونصبر على معايرة عيلة البندرية ليه؟ اكتم
اكتم يا حمار يا غبي. يا اخوان احنا عندنا اللي اهم دلوقتي. ايوه مناع ولدي ربنا يكرمه اشترى 200 فدان بره النجعه، هنزرعهم من خيرات ربنا، خضار وقمح وفاكهه وكل حاجه. 200 فدان؟ ايوه. صح الكلام ده يا كبير؟ ايوه يا ولدي، والارض والمحصول هنبقى شركه فيه. وفي نفس الوقت مش ههملوا النجع البندريه، يتمكنوا منه ويتحكموا فيه، لا، لكن كيف ما عمرنا النجع هنعمروا الارض الجديده ونعيش من خيرها في امان وبعيد عن المخدرات. بقول يا رجاله، اللي مش معانا ملناش صالح بيه، واللي يده في يدنا يبقى على الحلوه والمره مع بعض. احنا كلنا معاك يا كبيرنا، احنا عمرنا ما نخالفك يا عمي. يبقى على بركه الله، هنطلع الارض الجديده يا ناجي، وعبال المكن والمواتير ما يجوا هنبني العشش اللي هنعيش فيها وربنا يكرمنا. خلينا في المهم دلوقتي، عايزين نفرح بجوازك من فضلك. انا رابط جوازك بجوازة اختك، ايه عشان نفرح بيك انتوا الاثنين. هروح اشوف امي الاول بس يا اخي. كل ما جيت سيره الجواز تتهرب مني. تصبر عليا يا ابويا، هنعملوا فرحهم وفرح، احنا لسه ما اطمناش على الارض الجديده. مالكش صالح بيك، احنا طول عمرنا بنعرف نزرع ونقلع. ايوه وبعدين انت جبت لنا الميه والمحاريق، خلاص مهمتك انتهت، سيب الباقي علينا. خلص انت في موضوع الجواز وما تعولش هم الارض. الباشمهندس عمر صاحبك هيعمل لا تعمل وزياده. اه من الحاج، عايزين نبني له استراحه صغيره يا ابوي كده في الارض، هو طيب قوي وظروفه صعبه تصعب على الكافر، وعايزك تاخد بالك منه. ايوه يا اخوي، ايوه ابوك عبيط، غير برضه في موضوع الجواز. يلا يلا، عايز اوفي بوعدي. اه حاضر، هبقى اديك كلمه بعدين. حدد الوقت اللي انت عايزه وانا مرتبط بيه. ما اقدرش اقول لك على وقت دلوقتي يا ابوي، الله، عندي شويه مصالح في سوهاج لازم المها. انت محتاج وقت قد ايه عشان تتم بالحكايه دي؟ ما هي فاطمه حمضت، لسه عيله صغيره. الله، احب على يدك يا ابوي، بلاش تفتح الموضوع ده دلوقتي. اجي من شهر ولا شهرين. وانا موافق يا ولد، وانا موافق. انت ما قلت خلاص شهرين. وانا هقول له بقى، هقول له شهرين نكون جبنا فرش جديد وبيضنا الاوضه. يا الف مبروك بعد شهرين. قول اللي تقوله بعدين. رئيس مناح، رئيس مناح، رحت للبندريه وعطتهم خبر وكله تمام. لو تروح لهمام؟ طبعا يا ابوي وصاحبي، انا لازم ازوره، انا حتى جبت له هديه الجواز. هم اللي يروح، يمكن نفسه تتفتح على الجواز. قوم يا قوم بالاذن. مع السلامه يا ولدي. يا ناجي، بقول لك كيف كلام مناع، انا خايف يكون بيدوعني. ما توعدش انت مغاور باي حاجه دلوقتي، وهم الهولي هجيب لك منه عقاد نافع. اعمل ايه يا مناع يا اخوي؟ شكلي بقى عفش قوي. اه انت بس نفسك مش طايقاه عشان اتغصبت عليك. عندك حق يا مناع، انا نفسي مش طايقاه، حاسس ان هي مفروضه علي، بس اعمل ايه؟ اوامر ابوي اقول له ايه؟ بنت عمي وملهاش غيري. عايزك تنسى الموضوع ده خالص، وانا هديك علاج ليه. اهدى يا مناع، دي كبسولات تاخدها عند اللزوم، هتفضي نص كبسوله على نص كوبايه ميه سخنه بقرب الغليان، او تاخدها على بطن فاضيه. نص كبسوله يا همام، نص كبسوله، ولا يجيلك شحار وتموت. شحار يا مناع؟ شحار بيجي البهايم. ما بيجي البني ادمين دلوقتي. طيب اقعد اقعد يا مناع اقعد، عايزك في حاجه اهم. خير يا صاحبي؟ عايزك يا مناع تساعدني ببيعه الحشيش اللي عندي دي، شكلي بقى عفش قوي قدام ابويا وقدام العيله كلها، وانت تعرف ناس مهمين في مصر. صرفها لي يا مناع، صرفها لي. انا قلت لك انا بطلت الموضوع ده بلا رجعه. عشان خاطر يا مناع، عشان خاطر يا صاحبي، اخدمني في الموضوع ده، صرف لي البيعه دي، وبعد كده مش هطلب منك حاجه تاني، وعمولتك حددها بنفسك. يا ساتر، وانا حد هجيبني ورا غيرك؟ ماشي يا سيدي، خد الرقم ده اطلبني عليه ومحدش يعرفه غيرك. اي خدمة تانية يا سيدي؟ حبيبي حبيبي وصاحبي. تسلم لك حباية. نص يا همام. نص صاحبي. غلطان يا حسان يا اخوي، غلطان. ما كانش لازم تهمل ولدك يروح لهمام بعد الفضايح اللي جابها لينا. الناس تقول علينا ايه؟ الناس تقول اللي تقوله. همام اتربى في بيتي وسط عيالي كيف اخوهم، ولو مناع يعرف ان همام بيبص لاخته كده ولا كده
ما كانش راح بارك له. ولما انت تقول كده يا مغوري، امال ولدك شاهين يقول ايه؟ وهيطلب يدها كيف؟ شاهين وادعمها وستر وغطى عليها وهو اولى بيها، ولا نعروا زرنا ونغطوا زر الناس؟ عيب عليك يا مغاوري تقول كلمة زي دي. بنت أشرف مش شرف. إذا كنت شايف إن ديها عار نفضها سيرة. ليه بتقول كده يا كبير؟ ده أنا جاي عشان أقول لك نعمله فرح كبير أنا وأنت لمدناع وفاطمة وشاهين ونسمة. يبقى كيف يكون في ضميري حاجة عفشة لمرت ولدي؟ إيه كلمة ستر وغطى الخايبة اللي أنت قلتها دي؟ كأن بنتنا عملت فضيحة وكأن ولدك اتستر عليها. بنت مظلومة. غير كده كنت قتلتها بيدي. خلاص يا كبير ما كانش قصدي سماح، ولو عايز اعلن جوازهم بلوك انا موافق. شوف يا مغوري، المشكله عند ولد مناع عنده مشاكل كبيره في الشغل، مش هيكون جاهز للجواز الا بعد شهرين، وانا شايف ان شهرين مش كتير. لو انت مستعجل على الجواز هات شاهين ولدك ونسال بنتي ونتفق على المهر والشبكه. يبقى بعد شهرين نتمم الجوازتين، واللي نتفق عليه لبنتك يبقى زي البتي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يمين بالله يا مغوري، لولا اني بكفي ولدي لسه صغير عنها ما كنت فرطت في نسمه ابدا. وانا كمان مش هفرط فيها. سلام عليكم. على السلامه يا سيدي. شفت يا كبير؟ شفت الكلام اللي يحرق الدم؟ علي الطلاق كنت هقتله، ولو نسمة بنتي عمر ما هجوزها لابنه ابدا. الياه اللي رماك على المر. اخوك مجبور يا ناجي. يغور في 60 داهيه هو وولده، بدل ما يلقح كلام على زينه البنات بتنا، ويبقى يشوف مين اللي هيعبر بيته بعد ما ولدك رهنها سنين على الفاضي. هو جاي يعايرني ببتي عشان ما يغلي بيته. والله في سماه مناع خساره في بيته. انا اقول خساره وهو يقول خساره، في الاخر البنات هي اللي عتبور. ويا ريت على كده العيله كمان هتتفكك. معاك حق في دي، وخصوصا ان مغاوري مش لد عليه حكايه الارض الجديده وبلعها بالغصب عشان يتمم جوازة بنته. ماله عن مغاوري؟ قابلته طالع كانه قرصها عقربه. لا جاي، انا هملكم وحدكم، انهي مع المشكله وخلصني. ايه حاضر يا اخوي. خير يا ابوي. امك ناجي هيقول لك. اقعد اقعد يا ولدي. ايه يا عم نادي؟ ابو شكل متضايق. عمك مغاوري قال لنا كلمتين فوروا دمنا بخصوص اختك. كان ولده شاهين هو اللي هيتستر عليها. خلاص ما نجوزهالوش ولا نتجوز فاطمه. ولو قلت لك ان اختك ممكن سمعتها تتاثر بالكلام ده، وان فاطمه ما يهمهاش حاجه، ممكن ابوها يجوزها لاي حد، والف واحد يطمع في مال ابوها. والله ما الحكايه وصلت لكده يبقى خلاص لازم اصرحك يا عمي. بس مش هنا، تعال نتكلم مع بعض بعيد عن البيت. يلا يا ولدي. خبرك ايه يا عمي؟ ده انا بقول عليك ان انت اللي قريب مني وفهمني. لازم يا مناع يا ولدي تعرف احوال اهلك وناسك، تعرف عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا وارثينها عن جدود الجدود. احنا صحيح مقطوعين هنا من سنين، لكن ملزومين باخلاقهم برضك. وانا ايه اللي يلزمني؟ انا عايز اعمل حياه جديده واخدكم معاي، مش هتزرع هنا. وهي الشجره تقدر تعيش من غير جذورها ما تكون متبته في الارض؟ يعني هي الشجره دي ما محتاجاش ميه وهواء نضاف؟ انا اقولك على حاجه يا عمي. قول. ما يعرفهاش غير نسمه. طيب. انا اتعرفت على عيله زين في البندر وهيجوزوني بنتهم. كان قلبي حاسس انك هتقول حاجة زي دي، بس ما عارفش يا مناع يا ولدي ابوك هيجرى له ايه لو سمع خبر زي ده. مش عارف يا عمي، انا بقيت عامل زي الفولة مكسومة نصين. دبرني يا عم ناجي. ادبرك يا مناع يا ولدي. شفت يا بوي؟ شفت صحبة المناع نفعت كيف؟ عرفت منه كل حاجة، عرفت منه كيف اخزن التقاوي عشان ما تفسدش. شوف يا همام يا ولدي، الفرصة جاتك عشان تاخد مكان مناع صاحبك، وزي ابوه موقف جنبه انا حقف جنبك واخلي الكل يسمع كلامك.
جد اهو جدود يا ابوي، انا مش ناقصني حاجه، وكيف ما كان بيعمل مناع انا هعمل واكتر كمان. علشان تبقى زي مناع وتاخد مكانه لازم قلبك يبقى زي قلبه، حجر صوان على الاغراب، عجينه طريه على ابوه وعمه. فاهمك يا ابوي، وعمري ما اخيب ظنك. يوم المنى يا ولدي لما اشوفك راجل تهم كل رجاله، يوم المنى. مغاوري معاه ولده شاهين قاعدين في المضيفه مستنينك يا كبير. يا مرحب يا مرحب. يا مرحب يا مرحب يا مرحب، مرحب بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم. اقعدوا. بلغني ان مناع رفض يتجوز بنتك وطفش ومش ناوي يرجع تاني. لا يا كبير البندريه، ده كان جواز بدل، وانا اللي رفضت اتجوز نسمه بعد اللي حصل بينها وبين ولدك همام. مغاوري كان بيقلب ارضه وبيشتي الحشيش، فانا قلت محيط ناوي يزرع حشيش زينا نحط يدنا في يد بعض، ولا انت ايه رايك يا كبير؟ الجول جول همام، هو اللي استلم الرايه من صاحبه ويعرف ازاي يزرع وازاي يخزن. يعني ايه اخلص من المناع الاقي همام؟ لو مش لادد عليك بكيفك، محدش غاصبك، قالتنا طول عمرها يد واحده ومفيش نفر منيها، طلع عن طوع كبيره والدليل قدامك اهو. عم دياب ما نطقش بكلمة واحدة. أنا يشرفني إن أكون طوع أمر والد أخوي. وهمام يعرف إيه ما نعرفوش عشان يبقى كبير علينا؟ بأمرتي إيه؟ فوضها يا بوي، ما عيدش منهدة ولا وجع قلب. هم عندهم أرضهم وإحنا عندنا أرضنا. لو كنت نفر من البندرية كان ممكن أرض حبكم. خلاص. نضمك لعيلتنا يا مغاوري. كيف يعني؟ أبقى نفر من الأنفر؟ ده كلام؟ حاجة الله يا راجل. لا، أنت مقامك كبير عندينا، أنا هعمل معاك اللي ما عملوش حساني معاك. هتجوز ولدك شهين لبنتي زينة، وتبقى أنت حبيبتي، وأنا حما ولدك. قلت يا عريس، زينة مليحة وزينة، وأنا موافق. إيوة بس أختي ما تعيش وسط عيلة حسان، وكان ولا بد الجواز تتم، يبقى شهين يبني لها بيت وسطينا ويجي يعيش معانا هنا. والله كلام معقول. خلاص، ما نحن نبقى عيلة واحدة، ولا هو كلام على الفاضي؟ لا، كلام مليان وأنا موافق. يبقى سبع بركات، مدوا يدكوا جميعا نتعاهد ونقروا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا. نخ نخت عليك حيطه نخ
والعمل ده لك يا ريس همام هنعمله ايه بعد كده؟ فين له مش عارف حاجه. كيف ما عرفتش حاجه؟ كيف ما عرفتش حاجه يا بوي؟ انا اعرف كل حاجه. انا جاي في الميعاد والمكان المظبوط والباقي على ربنا. هدي خلقك يا همام يا ولد اخوي، هنعملوا ايه دلوقتي لو طبط علينا الحكومه؟ عشان كده انا قلت لكم خبوا السلاح والحشيش عشان لو حد سالنا نقول له ان احنا من البدو من عيله ابو علي. في غواب من هناك يا خوفي لا تكون الحكومه. خليكم انتم محدش يتكلم غيري. السلام عليكم يا شيخ العرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تايه ولا ايه؟ تايه وانت الدليل. دليلك في محله. انت همام؟ ايوه انا همام وجاهز من مجاميعه. وحقك وصلك. معلم نمر بيقول لك هتلاقي شنطة فلوسك في بحر الأرنب عند العين. دي حاجة ما عرفهاش غير أنا وهو. تفضل يا معلم استلم بضاعتك. عم دياب! معلم دياب! يا همام. خلي الرجالة تحمل البضاعة. يلا رجالة حملوا البضاعة. إيه؟ اسمعني يا همام. لازم نضمن حقنا الأول. أنا عارف كل حاجة يا عمي، أنا عارف كل حاجة. خلي الرجالة تحمل العربية. صغير ولا ايه؟ يلا يا عمي. كيفك يا معلم؟ الحمد لله. قول له معلم لما احب يكون التعامل ما بيني وما بينك طوالي من غير وسيطه. ايوه سمير، جبت لك نمره جديده انما ايه اخر حلاوه. تمام توكل على الله. انت ايوه يا نورهان، مالك مخضوضه ليه؟ انا مناع، اصل حبيت تكوني اول حد اكلمه من نمرتي الجديده وتليفوني الجديد عشان نبداوا مع بعض صفحه جديده. ابقي سيفيها عندك ما تنسيش. لا النمرة القديمة رميتها خلاص عشان نبدأ مع بعض بكل ما هو جديد. مع السلامة يا قمر. ربنا يخليك لي يا مناع يا اخوي، رفعت راسي وعليت قلبي. ربنا يخليك لي يا صاحبي، ربنا يخليك لي، ربنا يخليك لي يا مناع، ربنا يخليك، ربنا يخليك. يعني ايه يا دياب؟ بعت الحشيش ولا؟ ما عرفش يا ولد ابوي، ما عرفش حاجه. ولدك لا بيشور على حد ولا بيتحدث ويا حد. وغار على فين؟ مش كان معاكم؟ كان معانا لغايه ما وصلنا النجا، وبعد كده زوغ ما عرفش راح وين. بص للكلام يا كبير، احنا عايزين حقنا من همام. بطاعه راحت ما شفناش حاجه بعد كده. اللي يتكلم عن المعلم همام يتكلم بادب، واي جنس مخلوق هيقول همام بس يمين بالله لكم قاطع لسانه. انا اسمي الرئيس همام الكبير، ولد الكبير.
كبير يا ولدي كبير، بس في الحق الناس. خد ابوي فلوسها قد اللي كان هيجيبه عمي مره ونص، ومعيش اسمع حديد تاني. اضرب نار يا ولد، بقالكم كبير يستاهل التحيه. اضرب نار يلا انت وهو، اضرب نار. كل شاهين وطردوه، مش اتحادي عيلتك كمان. ما انت شايف عمال شوقي محروقين محروقين يا ولد اخوي، بقالهم سنين بيزرعوا ويقلعوا وما شافوش ولا مليم. وانا اعمل لهم ايه؟ السنه دي جبت لهم طبق حشيش من الصمته، وادي النتيجه، طلعت حشيشه زي الجبس. انا شرطت عليه لو باظت هيتحمل ثمنها، هجيبه هوريه نتيجه اللي هو عمله، يا اما يتحمل ثمن الحشيش يا اما هعلن الحرب عليهم كلهم. انا تعبت تعبت يا عمي، محدش عارف ان كان نحسم لازمنا ولا غباوه مننا. خايف الفلوس اللي حوشناها العمر كله تضيع ونموت من الجوع. إن لله مناع هو سبب كل بلاوينا. لا يا عمي، مناع له، مناع عمره ما خاني. لو كنت قدرت اعترف فيه كانش عز عليا سر الطبخ. مناع تحك عليك وعلينا كلنا، والخواجه كان عارف نيته لما لقيه مخب سر الطبخه ومش عايز يعلم لحد. ويا ما عرف ان الخواجه عايز يعلمني سر الطبخه، بدل الحشيش بالحنه ووقع بينا وخلاك تقتله عشان يفضل سر الطبخه معاه هو وبس. وهو لو كان نيته شر كان بطل حشيش وخلى عيلته تبطل زرعته. وهو كان عارف ان احنا هنحتاسه من غيره عشان يجبرنا نمشي طوع امره، وادي النتيجه، كل سنه المحصول بيبوظ. والعمل ايه يا عم دلوقتي؟ رجاله العيله بيسرقوا من غطار مناع الجديده واكلهم. حسان اشتكالي بعد ما مسك كام نفر من عندنا. خلاص عيلة البندرية هتقلبوا حرامية. وفيها ايه يعني؟ يا ما حسان يهملهم ياخدوا اللي هم عايزينه، ما عنده اكتر من 100 فدان. مش حكاية يعني لو سرقوا محصول فدان ولا فدانين، لا هيزودوا ولا هينقصوا. وهبتنا يا عمي، هبتنا تروح فين؟ بعد ما كنا اسياد النجع كله كان خيرنا عليهم. يبقى خلاص يا ولد اخوي، تسمع كلامي ونبيعوا محصول الحشيش اخضر لعيله عمران زي ما طلبوا مننا، ويطبخوه هم وياخدوا الطاقة عشرة. على اقل ترضي عيلتك ويلاقوا فلوس يعيشوا منيها، بدل ما يتقلبوا كلهم حراميه زي ما بتقول. حاضر يا عمي، هنبيع نص المحصول اخضر. كويس كده يا ولد اخوي؟ وليه ما نبيعوه كله؟ نخلوا النص ليه ونوجع نفسينا في تجارب عفشه ملهاش معنى؟ لا يا عمي، انا ما استسلمش ابدا. مناع مش اذكى مني ولا اشطر مني. انا هعمل مستحيل عشان اوصل لسر الطبخه واعوض عيلتي عن كل اللي فات. الشنطه دي تقيله قوي. اتفضل اتفضل، تعال اتفضل اتفضل، اشرب الشاي الاول وبعد كده نحكم. يا انور هات الشاي يا انور. شغل مناع ولد حسان. بقي الغنم دي والمواشي اللي شفناها، كل ده تبعه؟ يا بلدينا ما تصلي على النبي كده، كيف عم تقول انت صاحبه وانت ما بتعرفش عنه اي حاجه؟ طب يمين بالله صاحبه؟ مش صاحبه بس، ده اخويا كمان وحبيب الروح بالروح. بس ان اللي اعرفه زين ان كل اصحابه من هنا من سوهاج ومن مركز البلينه. شوف يا بلدينا، اصحابه كوم وانا كوم تاني. طب بقول لك ايه؟ اقعد اشرب كوبايه الشاي على ما اروح انضف نفسي واجي اوديك لحد مكتب الاداره. طب تعال. خير. ايه ده؟ خد ال 100 جنيه دي. ليه؟ عشان انا عملت ايه عشان ده كله؟ خدها وانت ساكت في اوضتك جنبي. ده انا راجل دخت السبع دخات، ده انا كنت عاود نجع من تاني. نجع؟ هو انت من نجع حمادي؟ لا، انا من نجع الجبل. انا ومناع اتولدنا في سنه واحده وتربينا مع بعض كمان. مظبوط مظبوط. طب اقول لك ايه، انا هوصلك لحد المكتب بتاعه هناك، وبعد كده ما تسالنيش عن اي حاجه، واصل اروح اغير هدوم واجي لك. يا ولد المحظوظه يا ولد حسان،
معلم همام اتفضل خش برجلك اليمين. رب يا ساتر. مستورة ان شاء الله. هديك زي ما انت شايف وها شقة فاضية علي، لحد لا ما يروح ولا ما يجي قاعد فيها واحدة زي قرد قطع. ليه؟ امال مناع بعتني هنا لمين؟ عشان دي شقة الضيوف العزاز عليه قوي قوي. ضيوف؟ والهو قاعد فين؟ انا ما اقدرش اقول لك على اي حاجة واصل، لو انت عايز حاجة تعرفها اعرفها منه هو. يا سيدي لا تقول لي ولا تحد لي. مناع صاحبي يقول على كل حاجة. بقول لك يا خيني. خير يا معلم. انا على لحم بطني من الصبح، ما حطيتش لقمه في خشمي من صبحيه ربنا، وحاسس ان انا هضع من طولي. ما فيش حداكم لقمه تقود بيها. عيب عليك يا معلم، ده انت بيت مناع بيه ابو الكرم، وهو قال لي اعمل معاك الواجب لحد لما هو يجي بالسلامه. يا سيدي كتر خيركم، انا عايز لقمه واحده. خمس دقايق بس وتلاقي عندك الحمام والفراخ والسلطه والرز والطماطم. جوابك يا راجل، طلعت لي من الفلوس ولا ايه؟ بقول لك عايز لقمه تقود بيها، هتوكلني حديت. هالدريفر اللي جه، والله انت حظك في رجليك. عشان ما يقدرش ياخر طلب يطلبه مناع بيه ولا حصور بيه. تفضل يا حبيبي. البنطلون اللي انت لابسه بيه. تفضل يا حبيبي، متشكرين قوي. خلي الباقي عشانك. مع سلامه الله. خليك مرتاح لحد لما ارسل لك السفره. طص ايه وتهبب ايه؟ خليك مرتاح يا معلم. وسع يدك وسع. هتبص لي في اللقمه ولا ايه؟ تعال اطفح معايا. ابا الف انا بشوف، انا اكلت السنه اللي فاتت. الو. ايوه يا سيدي مناع بيه. هو كل دلوقت وشرب الشاي ومن وقته وهو نايم. لا لا ما جبتليش اي سيره عن مرتك وعيالك. حاضر عم اصحى اكلمك. مع السلامه يا سيدي. مع السلامه. اديني عرفت انه متجوز ومخلف. حصل ايه يعني؟ بس غريبه مناع يخبى عليا ليه؟ هو انت مش كنت نايم على الشيخ دلوقتي؟ صحيت متى؟ صحيت على رن جرس التليفون. وعملت نفسي بشخر عشان حمار الحصاوي ما يعرفش ان انا صحيت من النوم. تعال حصاوي تعال، قول لي مناع متجوز مين؟ مخلف كم عيل؟ ساكن فين؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على حاجه. ده سيدي مناع بيه لو عرف حاجه يقطع رقبتي ويحطها على بوابه المزرعه. من ناحيه رقبتك اعتبرها مقطوعه مقطوعه، لاني سمعت كل حاجه، ولما اتحدد مع صاحبي واخويا مناع لا يمكن ابدا اخبي عليه ان انت اللي حكيت لي. ابوس يدك يا امام بيه. خلاص لو عايزني ما اقولش حاجه قول لي كل حاجه بالتفصيل، وانا هدفي على الخبر ماجور واكني ما سمعتش حاجه. طب قول لي انت الاول، ايه اللي خلاك تنكر نفسك قدام مرته؟ مرته؟ الست الحلوة دي اللي كانت واقفة جنب سامي بيه وهم عم يفتشوك. مرته اللي كانت واقفة جنبه؟ واه 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 يا ولد المحظوظ يا مناح. مين المرة الحلوة دي؟ مرتك؟ جواد الخواجة. أمال إيه؟ ده هي منقلة كبيرة قوي هنا في صهاج، ما فيهاش ولا نفر عادي زينا، كلهم دكاترة ومهندسين وظباط. ده أبوها توفيق بيه كان مدير بنك كبير. لك حق يا مناع تدوس على بنت عمك بالجزمة. وعلى قديم عاملين عيال؟ هو عنده منها ولدين، حسن بيه وتوفيق بيه. ذكرين. واحد على اسم أبوه وواحد على اسم حماه. يبقى أكيد هيبلط يعني. مش هعاود نجع من تاني. لا ما انا سامع ان هو يمكن ينزل الانتخابات اللي جايه. انتخابات؟ كمان انتخابات؟ يا سلام يا سلام. لعبت معاك قهوه مناع. والمطرح ده كان قاعد فيه قبل الجواز؟ هو سابوه لنا نطفو وقال له اقعد فيه حصاوي. وهو قاعد فين دلوق؟ هو دلوق بسم الله ما شاء الله عند فيلا كبيره قوي. تمشي فيها بالعربيه 3 ساعات ما تجيبش الباب الجواني. كمان فيلا؟ طب قوم اعمل لي كوبايه شاي تكون تقيله.
حاضر، مش هتقول لي عاد هو صاحبك كيف؟ ليه؟ وانا حمار عشان اقول لك اسراري اللي بيني وبين صاحبي؟ احمد ربنا ان انا مش هفتن عليك. قوم. همام ممدوح حبيبي. اهلا 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 يا همام حبيبي وصاحبي. ازيك يا ولد حبيبي؟ اخويا وحشني كثير، وحشني كثير يا مناع. كيفك يا همام وكيف اخبار النجع وناسه؟ الحمد لله. ابوي مات يا مناع، فاتني كبير عيلتي وسألني الام بدري الله يرحمه. تعرف ان محدش قال لي ابوي عامل ايه؟ ابوك ابوك اللهم لا حسد يا مناع، نفايته في النجع هو وعيلته بيطبلوا ويرقصوا وهما بيشون القمح، عايشين في نعيمة مناع مغرقهم من فوقهم لتحتهم. أما عيلتي، عيلتي فايتهم قاعدين بحصرتهم على الزرعة القايبة. صدقني همام زرع شطاني والأحسن تهملوها. مش معنى أنت شفت الخير منها؟ إحنا كنا مجبرين عليها، ولو تفتكر أنا ما بطلت زراعة الهباب ده لما خلصت من بني ورجالته. يبقى صدق عمي دياب لما قال إن أنت قتلت بني، مش كنت خايف لعمي يحل محلك؟ أنا قتلت بيني عشان نبقى أحرار أنا وأبوي ونمنع زراعة المخدرات، مش عشان خايف حد يحل محلي. فوتك من الحديد ده. قول لي همام، أنت كيف قدرت تخاطر بنفسك وتتدلى من النجع وسط الحكومة والناس؟ الشديد القوي، الشديد القوي يا أخوي. أنا لو طلت أبكي زي الحريم كنت بكيت وخلاص في يدك أنت. أوعى تجيب لي سيرة المخدرات، أنا لا يمكن أساعد فيها ولا أجي يمتها. يا مناع أنا اللي عايزه منك حاجة تانية غير المخدرات، بس برضك لازم أعرف سر الخلطة إيه، ما تفوتنيش كده. إيه الحاجة اللي غير المخدرات؟ إنجز. الحبوب، الحبوب اللي اديتها لي يا أخوي خلصت، ومن ساعتها وشي بقي في الأرض. معقول يا همام يطلع عقلك صغير بالشكل ده؟ وأنا عاد في عقل خالص يا مناع. وقلت لك إن دي حبوب زكام وبرد. هقول لك إنك عايز تتهرب مني وتخلي راسي في الطين، ودي اللي ممكن افوتها لك ابدا يا مناع. خلاص يا سيدي، طالما الحبوب دي بتريحك هجيبها لك. ايوه ايوه مناع كده، انت صاحبي واخوي وحبيبي، وهات على قد ما تقدر، ما يهمكش الفلوس، وما تخافش مش هتحمض ان شاء الله. اشتري لها الجبن البندر عشان تعيش العمر كله. اهدي اقدر اوفرها لك، لكن موضوع الخلطه انسى. لا مش هنسى، بس حاجه حاجه. طول عمرك كده مفيش فايده فيه. لو بتحب حقيقي صحيح كنت ما سبتش قلبي جريح، كنت وقفت في وسط الريح والطيار. يا مزاجك يا ابو الروقان، سامعك بتغني من على السلم. اصلا انا عشاق قوي الاستاذ هاني ابو شاكر. طيب ايه دي؟ انا جيت شويه حاجات، دي هديه ليك ولمرتك. ما علينا. ومعلش الحاجات دي عايزك توصلها، دي لابوي ودي لامي ودي للبت فاطمه. ما علينا من كل ده، انا الحديد ده ما يخش ذمه الملام. فين الحبوب؟ جبتهم لك. عايزنا افرطهم لك ولا تاخدهم كده؟ ايوه افرط لي واحده عشان اتاكد. ده انت نكته ما فيش زيها. خد يا شيخ. ليه طلب تاني يا مناع؟ اؤمر. عايزك توصلني لغايه القطر وتركبني بنفسك، عشان لو قبلني ظابط وسالني فين بطاقتك هحتاج ساعتها. ماشي يا سيدي، أنا عايزك توعدني بحاجة يا همام. أنت دلوقتي بقيت كبير عيلتك وكلمتك مسموعة، يعني تقدر تمنع زراعة المخدرات زي أبوي. ورحمة أبوك يا شيخ، ما تخليش الناس تضيع بذنبك. خمس فدادين يا مناع ما يكفوش وأكل عيلتي السنة كلها، ولو حكمت هيموتوا من الجوع صاحبي. هملهم ينزل في أرض أخوك مناع، وبلاش تخلي عمك دياب يحرضك على الشر. ويبقى عائلة البنداري يشتغلوا أنفار أجرية عندكم؟ مش عيب، مش أكرم لهم من السرقة ولا الجوع ولا حتى زراعة الحشيش. راجع نفسك يا همام، وبلاش تشيل ذنب عيلتك زي أبوك.
شوف يا مناع، انت صاحبي وصديق عمري صح، لكن كله للكرامة. انا لا يمكن اهين كرامة عيلتي واقبل انهم يحطوا راسهم في الطين ويشتغلوا اجرية عندكم، عشان ساعتها يبقى كني بقول لكم ان انتم كبرات الناجع، ولا مش ممكن انولها لكم ابدا ابدا. يا اخي بلاش الافكار المتخلفة دي، فكر بعقلك يا ود عمي. يغور التفكير يا مناع اللي هو كرامة عيلتي. مفيش فايدة فيك. واد يا حصاوي، واد يا حصاوي. نعم يا سيدي مناع. تعال من الحاجات دي خلينا نلحق القطر. يلا بينا. فكر يا همام، افتكر ابوك اللي لافين هرجات تتو، لو كان عنده فلوس يشتريه انباع اللي وراه واللي قدامه. يلا. اه صحيح يا مناع، مش كان واجب تعرفنا على مرتك الجديده وعيالك حسان وتوفيق ربنا يخليهم لك؟ اه والله احنا خلاص ما بقيناش نشرفك. يا سيدي تشرفني وتشرف بلد. ها يا مناع، واحنا معرفت يوم ولا اثنين؟ احنا اصحاب العمر كله يا مناع. انا حكيت لك على كل ظروفي يا مناع. يلا وكل على الله. في رعاية الله يا صاحبي. عايز اعرف اخبار دقيقة عن كل اللي بيحصل في الناجع، وخصوصا عيلة حسان. انا عندي كل الرجالة اللي ممكن ازرعهم وشتيهم، لكن ليه؟ لحظة، شوف من اللي دخل المحطة دلوقتي. معرفهمش. ده مناع وهمام البنداري، الاتنين صحاب قوي. ده سكتك بقى للنجع من جديد. على فكرة شكله صاحبه بيوصله وهو مسافر، اعتقد تبقى فرصة. جو بليز هيلب دكتور فريمان تو ذا ترين. يس سير، اي هاف ايفريثينج ريدي. جود. زي ما قلت لك يا همام، ما تجيبش سيرة لأي حد بموضوع جوازي دي، ابوه يغضب عليا العمر كله. اطمن يا مناع اطمن، كيف ما انت صمت سري انا هصوم سرك. انت مش صاحبي وبس، انت صاحبي وحبيبي. ربنا يخليك، برعايه الله يا صاحبي، وما تكررهاش تاني. مع السلامه يا مناع. سلام. مع السلامه يا اخوي. يا خواجة مالك؟ عايز تقعد اقعد، كلها ساعتين ثلاثة كل واحد يروح لحاله. ما تخافش مش هاكل منك حتة. ايوه بس الشنطة دي حطها فوق مش هنا. اوه بتتحدث عربي؟ لا مؤاخذة يا خواجة. سر سر شيل حالك. انت كمان بتتحدث عربي؟ اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بيك. اهلا بيك. انا بحب العربي كتير قوي، وكمان بحب مصر اكتر. اه تشرفنا يا خواجة. محسوبك همام البنداري من جنة. منين؟ من جنة يا خواجة. ما تعرفش جنة ولا ايه؟ لا اعرف انا كويس، انا زمان كان عندي اكتشاف اثري مهم قوي في مكان هناك اسمه نجع الجبل. اه نجع الجبل. المكان ده بعيد قوي ما حدش يعرفه خالص. بتعرف نجع الجبل؟ انا كمان اعرف نجع الجبل زين. اها بالأمارة فيه مياه حلوة طالعة من بطن الجبل. برافو عليك. هاي العظيم، انا اول مره اشوف حد يعرف نجع الجبل ده. لا انا مش اي حد يا خواجة. انا لفيت مصر خن خن يا خواجة، خن خن، وعارف اجيب التايه. يا مرحب. اهلا وسهلا. يا مرحب بيك يا همام. انا بحب النوع ده من الرجاله التمام. الله يحفظك يا خواجة. يا حلاوه يا اولاد، كاني عايش في الجنه صح. يا سلام، وخصوصا يا خواجة بعد الفشامة اللي انت اعطتها لي. صاحبك كان بيضحك عليك يا همام، فيتامين سي. صاحبي عمره ما ضحك عليا يا خواجة. صاحبي كان بيقول لي ان هو زي ما بتقولك ده علاج للبرد. بس تعرف يا خواجة، وكتاب الله كان بيجيب معايا نتيجة. اسمع بقى لما اقول لك بقى. ايه؟ طب استنى قول. انا عندي عقل واحد. ايوه. بالطريقة دي لو استمريت معاك هخسره. همام سؤال تجاوبني عليه بجد، انت عايز تشتغل معايا ولا لا؟ انا عايز اشتغل معاك يا خواجة وكل حاجة، بس يعني كنت برضك عايز اسمع كلام صاحبي وحبيبي مناع لما قال لي نبطل زراعة الحشيش. ما عادش يجيب همه يا خواجة.
عشان كده كان بياخد المكسب لنفسه وبيضحك عليكم وبقى غني وعنده أراضي ومصانع وانتوا لا. خلاص يا خواجة، قول لي مناع كان بيبيع لك طن الحشيش بكام وانا اعرف ساعتها ان كان بيسرقني ولا لا. هاي فريمان، بالشكل ده همام ومناع مش هيرجعوا اصدقاء ابدا تاني. اسمع فريمان، انا عارف انك مالكش في سكة المخدرات، ولكن انت اللي هتوجه همام لانه مش هيثق في اي حد تاني غيرك. اوكي، هبعت لك لوجاني وهيساعده انه يعمل اي حاجه انت تقول عليها. رايت باي. ايه يا مناع، عايز تعمل مصلح اقتصادي؟ انا هخليك تستحق جايزه بني للدمار الشامل. الو، اهدى يا خواجه، اهدى. انت فاكرني ما اعرفش استقرا ولا ايه؟ كتبني بقول انفار يا خواجه؟ لا يا خواجه، انا عندي سجن ولا انا كتب بقول انفار؟ اهدى اهدى بس. انت لو رحت الحكومه دلوقتي عشان تطلع بطاقه، عايزهم يكتبوا لك ايه في خانه الوظيفه؟ مدير عام؟ اكتبوا ان انا رجل اعمال، اكتبوا ان انا من الاعيان، اكتبوا لي كبير عيله يا خواجه، بس ما تكتبونيش بقول انفار. ده كارنيه مؤسسه يا همام، واحنا ما عديناش وظيفة تناسبك وتأمن لك حرية الحركة إلا الوظيفة دي. ماشي يا خواجة، ما نشوف آخرتها. هداريها من العيلة عشان لو حد شافها ممكن يتملس علينا. المهم دلوقتي أنا أعرفك على شخصية مهمة جدا، هيساعدك وهيعلمك إزاي تأمن نفسك ويسلمك البضاعة وتسلمها له بطريقة سهلة جدا. إيه يا خواجة، بس أنا قلقان، خايف، حاسس انكم كده ممكن تغدروا بيا. نغدر بيك ازاي؟ ده انت الراجل بتاعنا، واللي انت عايزه احنا عايزينه وهنساعدك في تحقيقه. عايز تاني فلوس؟ هنديك فلوس كتير، وسلاح، سلاح حديث هيضمن لك تبقى الزعيم ويساعدك ترجع الفلوس اللي خدها منكم مناع. ايوه ايوه خواجه، كلكم ورجوع الحق لناسكم تاني. آخر حاجة كنت أصدقها إن مناع ياخد لوحده قد ما بتاخد عيلتي كلها. هو مناع كان بياخد التلت والتلتين بيوزعهم على كل أهل النجعة، عشان كده بقى عنده مصانع ومزارع وبقى في العظمة اللي انت شفتها دي. طب وهنرجع حقنا كيف يا خواجة؟ ما أقدرش أقولك إزاي، لما أضمن إنك تبقى معانا وتنفذ أوامرنا وما تخالفهاش أبدا. أنا معاكم يا خواجة، أنا معاكم، وأحلف لك على كتاب الله إن أنا معاكم. جو، دخل سينيور لوجاني. مين؟ اسمه الرجل ده؟ كفاية تقول له سينيور. تحت أمرك خواجة فريمان. أهلا يا همام. أهلا يا سينيور. أهلا يا سينيور. إزيك؟ الحمد لله يا سينيور. تفضل، عايز أتفق معاك على حاجة كده. قول. احنا عشان نباشر خطوات الانتاج من اولها لاخرها لازم يكون لنا بيت في النجع، واي حاجة انت عايزها وتحتاجها من فلوس او سلاح هنديها لك. وما تنساش يا همام انك داخل حرب كبيرة قوي، الحرب دي لازم تنتهي بنهاية عيلة حسان. وانا اضمن لك تبقى الاقوى، بس بشرط اضمنك انت الاول يا همام. طريق فينا انسد تلاقي من غيري انسك، انا بصراحة ما اقدرش انسك امانة وعتمسة. جوابات جوابات معقول؟ جوابات امانة معقول يا عمي؟ انا مش مصدق الحديد ده. اهديه باي 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 باي. بقول لك شفته من هي الهيكل ومدود. اهديه الله الله الله. طب وانت ايش عرفك انه كان بيت بن حاجة؟ مش يمكن كان بيزرع له نخلة؟ لا، انا شفته شايل لفة وبيدفنها تحت النخلة اللي قدام بيته. وما رحتش ليه تشوفه كان بيدفن ايه؟ ما انا خفت لا يكون ملعوب،
اروح اطلع المدفون يقولوا علي انا اللي سارقه. تفتكر يا عمي ايه الحاجه المهمه اللي يكون بيدفنها ده؟ ما عارف يا ولدي، انا قعدت افكر وافكر وبعدين قلت جايز يكون مره من عيله حسان سقطت وهو بيدفن ولدها، او جايز عادي يكون حاجه مسروقه خايف يخليها في بيته ولا يزبطوه. يبقى اكيد جوز عايشه هو اللي سرق حسان. لا لا، مش عايزين نظلم حد، ان بعض الظن اسم. لا يا عمي، احنا لازم نقول لكبيرهم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا باي يا باي يا باي يا باي، عايشه هو لسان المشكله. شفت فكرة تاني؟ هم دلوقتي لا يمكن يكتبوا زرزور، وسواء فتشوا لحالهم أو جم سألونا إحنا ملناش صالح، ومشاكلهم يبقوا يحلوها ما بينهم وبين بعضيهم. تستاهل تبقى الكبير يا كبير. بس بقول لك إيه يا همام يا ولدي، لو هنزرعوا الأرض بالفلوس دي نص المحصول يتقسم بيني وبينك والنص التاني يتقسم على العيلة كلها. مفيش فلوس هتتقسم، أنا اللي هاخد الفلوس لوحدي، وإن كان على العيلة أنا هوكلهم وأشربهم طول السنة كأنهم عيالي. وماله؟ وماله يا كبير؟ كبير ولد كبير، فكرة زينة برضك. مفيش تكسير، الفلوس كلها تبقى في يدك، اللي يسمع كلامك شبعه واللي يتمرض عليك جوعه. جات لك من وين الفكرة المليحة دي؟ صاحب السنيور، صاحب السنيور هو اللي قالها لي، وانا حطيتها جوا راسي وناوي اطبقها اطبقها. كبير ولد كبير، ويمين بالله اسمعتهم بودني من غير ما حد فيهم يحس بيا ولا يشوفني. معقول يكون شعبان هو اللي عملها؟ ويعملها ليه؟ ما كان شغال معانا في الارض ومرضيش يتبع حمامة غاوري عشان ما يعصاش حسان. ده غير ان شعبان طيب وعلى نياته، ما يستدرش يعمل العملة دي. طب ايه رأيكم اروح في السر كده وافتش حوالين بيت عايشة، لو لقيت حاجة مدفونة اجيبها لكم واجي طوالي. انا شايف ان زرزور معه حق، لازم نروح نشوف ايه اللي شعبان دفنه. لا، زرزور هو اللي هيبقى يعمل له قاعدة قرب بيت عايشة ويحط عينه عليهم لغاية ما يعود ناجي ونقول له على كل اللي حصل، ولو الفلوس عند بيت مغاوري مش هتبعد عن ايديه. يعني مناع عاود الناجع من تاني؟ يا مرحب يا مرحب. وكان مين معاه هاد؟ ناجي ومرأة، وبينها مش غريبة لأنها كانت راغبة مع مناع على حمار واحد. تبقى نسمة أخته. وليه ما تكونش مرته الجديدة؟ مرته الجديدة؟ ومناع اتجوز تاني؟ مات؟ أولاني يا عمي، معاه منها ذكرين، وتوصاني ما أجيب السيرة لحد. أنا شفت مرته، حاجة خواجاية خالص. ريحت قلبي يا ولد أخوي بالكلمتين دول. بكده احنا ضمننا ان مناع ملوش قعاد تاني في النازع، هاي هملنا خالص. واجب اروح اطمن عليه، شالني على كفوف الراحه لما كنت في سواد. ايه همام، حنيت لصاحبك تاني؟ مش هو ده مناع اللي قعد سنين يسرقنا وياخد نص من الحشيش؟ الصحبيه حاجه والشغل حاجه تانيه خالص يا عمي، المثل بيقول إن كنت اخوات تحاسبوا. طب خلي بالك يا ولد اخوي، لان مناع اكيد جاي يفتش على فلوس ابوه اللي اتسرقت. زيارتنا ليه اكبر دليل على براءتنا، كيف نكون سرقين ونروح نزوره؟ ولا اركابي نعملها سماء، روح دور على زرزور ولما تلاقيه قول له ان انا جاي اطمن على مناع بعد المغرب انا وعم دياب. حاضر حاضر يا كبير. لما اروح اجيب الهدايا اللي شايحها معايا لابوه وامه ما يقول طمعنا فيهم.
يابا يابا همام ودياب جايين يا سي مناع. اكده على غفله من غير استئذان. الولد الكابي كان قال لي بس انا نسيت. يبقى لازم استقبلهم واقعد وياهم. بقول لك يا عمي اتوكل على انت مع زرزور، وانا قلت لك على المطارح اللي ممكن يكون فيها الفلوس عند جبل العين. ما تعوليش هم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه رايحين على فين؟ حبيبي حبيبي وصاحبي. كيفك يا ولد؟ الحمد لله الحمد لله. مناع اخوي ما تاخذنيش يا مناع اخوي، ما لحقتش اوصل الهدايا لاهلك وناسك. اول ما وصلت لقيت ابوك طب عيان. معلش عارف انك ما كنتش موجود. بالاذن 10 دقائق مش هتاخر، في مشكله صغيره كده في بيت ولد عمي مغاوره حلها واعاود على طول. خير ان شاء الله يا ناجي. لا خير خير اخوي، ربنا يجيب العواقب سليمه. يلا يا زرزور. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت مش تروح معهم ولا يا مناع؟ البركه في عم ناجي. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضل يا عم دياب. تفضلوا تفضل يا عمي. تفضل رب يا ساتر. احلى حمام بالفريكي الولد مناع. واه يعني ولدك يا اختي هو اللي ياكل لوحده؟ الحمام كتير يكفي الكل، لكن انا ما عنديش غير ولدي. اما اعمل لنا براد شاي تقيل، عندنا ضيوف برا. مين دول يا ولد؟ ده همام وعمو دياب جايين يسلموا عليا. ان شاء الله ما يسلموا. بقول لك ايه، انا في حاجه كده كانت غايبه عني وما لحقتش اقول لك عليها. احنا لقينا حجاب ده من اللي بيعملهم ابو الحمد للبندريه. لقيت وانا بكنس اوضه ابوك بعد ما اتسرقت، ولازم يكون وجع من الحرامي وهو بيسرق. وروني الحجاب ده وانا اعرف بتاع مين. ابو الحمد قال انه ممكن يعرف بتاع مين، لكن ايه ما رضيتش يخليه يفتحه غير لما تاجه. عملت طيب يا امه. اعملي الشاي انت بس، وباذن الله هنكشف المستور ونعرف الحقيقه. طب اطلع انت يا ابني لضيوفك وانا هسوي الشاي واجيبه لك، ولا اقول لك شيع لي زرزور. زرزور مش فاضي دلوقتي. طلبتك نقعد وحدينا عشان نتكلموا بالعقل من غير حمجة عمك دياب وعم ناجي. وانا اول ما زرزور قال لي جيت لك طوالي من غير ما اعرف حد من عندينا. قول لي يا همام، وانت دخلت الخواجات النجع؟ ايوه، لاجل ما اعرف منهم كيف طبخ الحشيش زي ما علموك، ولا انت اللي بتحلل نفسك بتحرموا علينا؟ وعشان يعلموك لازم يقعدوا وسطينا ويملكوا بيوت كمان. يا اخي اكيد في حل تاني. يعني عايز نعمل ايه؟ أقعدهم في بيت أبويا عشان ينكشفوا على حلمنا؟ فضت لهم بيت أمه جميلة وهم يرتاحوا فيه بعيد عننا، وأنا شايف إن هو ده الصح. خواجة بني لما علمنا أنا وأبوي الزرع الشيطاني علمنا وهو برا رجليه النشطة ما خصطيتش بيوتنا، وعشان كده بفرض عليه شروطي قبل ما أسلمه الحشيش. لكن أنت هيعملوك خولي، ما يبقاش لك حكم ولا كلمة. أنا ديتها هتعلم منهم اللي محتاجه، وبعد كده هرميهم برا الناجع بنفسي، لأن مش هيكون ليهم عازة. يعني دلوك ليهم عازة؟ إيه لازمة يقعدوا وسطينا لحد ما الزرعة تكبر وتتجمع؟ كانوا جم يومين ولا ثلاثة وقت الطبخ، طالما مصممين تزرعوا مخدرات. ولو كنت علمتني الطبخ يا صاحبي كنتش احتجت لهم. أنا خيرتكم وأنتوا اخترتم، وحكمت على نفسي وعلى عيلتي ما نزرعش الشر تاني. بعد إيه؟ بعد ما اختنيت طفتنا نتغني زيك، وبعد كده نبقى نتوب. انا كل الفلوس اللي كسبتها من المخدرات عملت بيها خير، طورنا النجع وعمرناه واشتريت ارضي وجهزتها باحسن المعدات عشان تزرع خير للناس. انما فلوسي اللي في سوهاج مال حلال ملوش دعوه بالمخدرات. يا راجل تقول حديد غير ده. احنا عرفنا كنت بتاخد كام وبتقول لنا كام. كنت بتاخد نص الفلوس لوحدك يا لئيم. يبقى بينه ضحك عليك عشان يوجع بناتنا. بيني ما ماتش همام وقال لي انضمك ليهم، واكيد هيعمل معاك زي ما عمل معايا عشان يضمن انك تبقى تحت ايديه. ومال الخواجات اللي في النجع ومال بيني؟ تبعه ويمين بالله تبعه. وانا قلت له انه حكت لهم فخار واعترف لي انهم تبعه، واتفقت معاي ان اطردهم وبس. يعني اللعبه بيني وبين الخواجه بيني، وهو خواجه مش عربي يا همام. يعني ممكن يوجع عيلتين في بعض ويقتلوا بعض وهو مش خسران حاجه. يرضيك يا همام؟ يرضيك عيلتنا دم هيسيل على الارض عشان الخواجات؟ لا طبعا، وانت برضك ما يرضيكش عيلتي تشحت ولا كبيرهم. شوف يا همام، انا النهارده هجمع العيله واروح لبيت ام جميله واطرد الخواجات، ومش هطمن الا لما يركبوا عربياتهم ويغوروا من نجح وبالمعروف ومن غير شر. لكن يمين بالله لو حد منكم او منهم ضرب طلقة نار لخلي الدم يغرق النجم.
وبرضه حيمشوا مني او حيدفنوا فيه. بلاش عصبيه يا مناع وخلينا نتحدث بالراحه. ده شرفنا كلنا يا همام، وانا مش طالبك لمصلحه ليا او لعيلتي، دي مصلحتنا كلنا. ولو ليك مصلحه عنديهم يا اخي يود يومين ثلاثه اسبوع غيرك دي هقتلهم وملهمش دي عندينا. سلام. شفت الايام يا همام، السيف بتاعي والخنجر بتاعك دفنهم في الجحر من كام سنه وما تغيروش. الله يجازيك يا مناع، الله يجازيك. والله فكرتني بابوي. ابوي لو ما شاف الخنجر ده عجبه وقال لازم أن ياخده. قمت انا سرقته وجيت لك جد. قلت لك يا مناع شوف لي مكان ادس فيه الخنجر ده، مفيش مكان امان في بيتنا. بقول لك ايه يا همام، هو انا لو ما كنتش اديتك الاماره كنت طمعت في فلوس ابوي انت وعمك؟ انا كنت هدسها في بيتي خوف من الفضيحه. لكن اقول ايه لاهل البلد؟ اقول ايه؟ اطلع المرحوم حرامي وافضح مرته وعياله الصغيرين من غير ذنب؟ عندك حق، ذنبهم العيال يتعاروا بعملة ابوهم. والحل ايه يا اخوي؟ لو نصبت المحكمه الراجل هيتفضح وهو ميت. ما تسيبوا الحساب ربنا. لكن ليه ابو الحمد كان بيقول ان الحجاب حجاب دياب؟ كذاب، لان حجاب دياب معمول من وبر الجمل، لكن الحجاب ده معمول من جلد المعزه. مش بعيد يكون حجاب نافع، لكن عمي لا. مصدقك مصدقك يا همام، وكان قلبي حاسس ان ابو الحمد كذاب، كانه عايز يولعها نار ويخلص من دياب. اهو جبل روحه، من بكره لازم نطرده. الشيطان ابن الشياطين اللي مخاوي شياطين، اللي كله اكل عيشه من ضحكه على النسوين بكلامه الماسخ. لكن مش شايف انه حاجه عجيبه انه نافع اللي بيعمل حجاب للسم والحسد يموت مسموم؟ ده للسم اللي بيتسجي مش للدغ التعبين. وبعدين ده حديث ماسخ انا ما بصدقوش. طب انت عندك ابوي كان عامل حجاب زيه، ايه اللي نابه؟ مفيش واحد في البلد جسمه تسمم من الهباب اللي اسمه الافيون ده جده. خلاص انا حديك حجاب المرحوم وملهاش لازمه المحكمه، وانا حبقى سيطر على عيلتي. لك حق عرف في رقابتي وكلامك يمشي علي وعلى عيلتي كلها. نخوات يا همام نخوات، ويا ريتك تعرف كده زين. ترى ايه يا همام؟ انا مش شايع تلك نتقابل وحدينا؟ ايه لازمه الرجاله دي كلها؟ دول رجالتي ما بمشيش من غيرهم، تقدر تقول مربوطين فيا بسلسله. طب اطلق السلسله ومشيهم، ما عايز حد يسمعنا. ما اقدرش، انا غيرك، انا مطرود من عيله عبادي، ويوم المنى يشوفوني ماشي لوحدي عشان يطخوني. تكلم براحتك ما يهمكش. ضيعت الامان اللي كنا عايشين فيه يا همام. الامان غالي يا مناع، ما يبكيش عليه غير الضعيف بس، لكن القوي لا، القوي ما يهموش يا مناع. وانت فاكر نفسك خلاص بقيت قوي بكام قنبله اخذتهم من الخواجات؟ ايوه، وسلاح كتير، سلاح يخلينا اطير راس اي حد يقف قدامي، اي حد يا مناع. يا ترى السلاح اللي عندك ده يقدر يوقف قدام الحكومه؟ قدام جيش جاي يطهر النجع من المخدرات اللي فيه؟ الحكومة ما حدش يقدر عليها يا همام. حكومة؟ من متى الحكومة درينا بينا؟ احنا في حالنا وهم في حالهم، لا عايزين حاجة منهم ولا بناخد منهم حاجة، يبقى مالهمش صالح بينا. عايز تعمل مملكة في بلد ليها حكومة وقانون؟ بالسلاح اللي معايا مملكة الجبل دي هتكون مملكة تاني، وانا الملك فيها، واللي هيعرضني هطير راسه مناع. كانك اتجنيت يا همام. يا واد فوق ده انت في سوهاج كنت بتخاف من العسكري، جاي النهارده تعمل ملك وعلى مين؟ علي انا؟ قصر الكلام يا مناع، كل واحد شايف في روحه ملك، واللي يقدر يخلي غيره يعترف بيه ملك عليه يبقى هو الملك. طب خلصت، لان ما حدش هيعترف بيه غير شويه المقاطع بتوعك دول. يلا يا واد منك ليه، خلينا نرد له عقله في راسه قبل ما يخربها علينا كلنا. يلا. ما حدش هيتعتع من هنا غير باذن انا. كده
طب مشيهم يا همام، خلينا نتكلم وحدينا. خد يا شوقي الرجاله واستنوني ورا الجبل. سمعت يا رجاله؟ يلا بينا. عارف يا ابن الجزمه لو ما رجعش عقلك في راسك هعمل فيك ايه؟ انت تعملت يا ولد؟ الكلام اللي بتقوله ده يوديك في داهيه ومش وحديك. النجع كله هيتدفن لو الحكومه شمت خبر. بعد عنا مناع وما تكلمش على انك صاحبي. انت صعبان عليا يا همام. الخواجات بيلعبوا بيك. كفايه اعطوك سلاح تحارب بيه اهلك وناسك وتقتلهم اللي متربيين معاك طول عمرك. مش هم اللي قتلوا عمي؟ عمك يستحق القتل. لكن والله ما هم اللي قتلوه. وانت قتلت 25 نفر ظلم. كأنك تعرف مين اللي قتل عمي. ايوه اعرفه. اللي قتله خد بطاره مني. نفسك صاد نفس وخلصت الحكاية. طب قل لي يا مناع، انت صاحبي وحبيبي، لازم تقول لي مين اللي قتل عمي. ولو قلت لك هتصح اللي قتلتهم ظلم؟ كفاية انك تلو واخطر عمي. عاد اللي خدناه من القوة لما يدوها لواحد اهطل يهم الخراب، وهم سيد من يسكنوا الخرايب، وحتلقوهم هنا فوق راسك يحكموا ويتحكموا في كل الناس واولهم ناسك. وانت ساعتها مش هتقدر تنطق، لانك خلاص يا همام خسرت كل الناس اللي ممكن يقفوا معاك ضدهم. صدقني يا همام، اللي يرمي نفسه في حضنهم يتحول لعبد ليهم. سلام. لساك مش عايز تقول لي مين اللي قتل عمي؟ اللي قتل عمك مره مش راجل، ومحدش شافه غير انا وابو الحمد بعد ما الفجر طلع. وابو الحمد لقيوه ميت على الطريق. يعني محدش يعرف غيري. وانا مش هقول لك الا لما تقطع علاقتك بالخواجات، واخدك تصالح على عيلة العبادي، واحكم عليك بدية، تربي الايتام اللي حرمتهم جنابل الخواجات من ابهاتهم. يعني ايه يا مناع؟ يعني انت عايز تحكم علي؟ نصبت نفسك كبير الناجع. كبير غصب عنك. ولو ما طاعتنيش هغصبك تطعني. لان مش هسيب النجع لعبه في يدك، انت والخواجات بتوعك. وما عنديش كلام تاني يتقال. سلام عليك. وبنقص معرفتك يا مناع، وما عايش نعرف من المره اللي قدرت عمي، وما عايش نعرفك من اساسه. دي المعرفه اللي تقل القيمه دي. شوقي يا عميان يا كبير، عايزك تروح لعيله عبادي وتقول لهم ان احنا ناجل ارضهم بالغصب وهنزرعها حشيش. ويمين بالله النفر اللي هيقولك فيهم لا يكون مفجرهم كلهم بالكلام اللي معايا غير من وشي. حاضر يا كبير. تكلم مين ولا ايه؟ تكلم مين انا؟ انا الكبير. كتر عليه. بتمجدك عليه ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ والله يا طخك علي وين؟ والله ترى ايه يا كبير البندريه؟ ابعد عني. صل على النبي، صل على النبي. ده كبير ده؟ ولا كبير ولا يعرف حاجه عن الكبرانيه. توكل على الله. توكل على الله. خلاص العرب اللي جابوك يا اخي. خلاص يا كبير، صل على النبي. ماشي. روح يا جدع. يا ساتر. صلي على النبي، صلي على النبي. اركب خوف كيفك الحام صدرك. اركب قبل ما احط الشنطه عندي. مفيش لا رحمه ولا دم عند الناس. ترى يا ما تصلي على النبي. ما تنجني مش راضي. هات من راسك براسه. يا ساتر. روق. الروح عندي الاول العزبه، وبعديها اوصلك لما نرتاح ونروق شويه لحد ما تاخد رقائب النجح. وهو بالمره هتشوف العزبه، يمكن تغار من تراخر ويكون عندك عزبه همام. ليه؟ هو كان في عزبه مناع ولا ايه؟ ايوه. وبعد ما خدت تصاريح المباني بقيت عزبه رسمي. الله يسهل لك يا واد عمي. قول يا همام. قول. ايه العمه السودا اللي فوق راسك دي؟ حلوه مش كده؟ شكلها عجبني. قلت اشتريها والبسها عشان شكلي يبقى غير الناس. وليه عايز تبقى غير ناسك يا همام؟ لساك عقلك صغير، ما عايز تفهم ان قلبي عليك وعايز مصلحتك. قصدك ايه يعني؟ قصدي هتعرفه بعدين. نروح الاول نرتاح ونشرب الشاي ونتكلم مع بعض وهتفهم اني ابقالك منه. تعال يا همام.
هوريك اللي عمرك ما شفته. ولازمتها ايه العطله دي يا واد حسان؟ ما الارض كلها شبه بعضها. يا راجل عايز اوريك نظام الري الجديد اللي انا عملته. بس مش مشوار بعيد على رجاله العيله كل يوم يجوا من النجل لغايه هنا. لا ما عمر جوز اختي منظم كل حاجه، عامل ورديات للانفار والعمال. طول عمرك بتعمل حساب لكل خطوه تخطيها مناع. وي نسيت طبق الحلاوه اللي انا جايبه لنسمه وعمر. قول لي انت على المكان الجديد عبال ما اروح اديهم خبر ان عندنا ضيوف. فيش يا بنت الناس، انا همام. اللي جابك يا همام؟ جيت مع اخوكي، كان حظ الحلو هو اللي جابني عشان اشوفك وافتكر كل الايام الحلوه كل اللي فات. استحي يا همام استحي، عيب عليك يا راجل. ما تخافيش يا بنت الناس، ما يكونش غير كل خير. نسمة بنت يا نسمة، انت يا بنت راحت فين البنت الملكومة دي؟ اخصى عليك يا ولدي يا بنت. بعد عني يا بنت. فعليك يا ولدي بعد عني. بقول همام راح فين؟ يا فضيحتي يا فضيحتي يا مرك المحاوشة اسمه، يا مرك المحاوشة اسمه، يا مرك المحاوشة اسمه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقول لهم اخلي الدنيا تخرب ولا اسكت؟ يا اسكت اسكت كيف؟ اسكت كيف؟ ارضى لي انا على نفسي؟ يا مري يا مري يا مري يا مري يا مري. وقف وقف يا مكي وقف. ايه بدك كبير بندري؟ انت جاي ماشي ولا ايه؟ انا كنت فاضك ومع مناع. بقول لك ايه، وصلني لاول الطريق. طب اصبر ناخذ كم نفر معانا؟ انا كنت جاي اوصلني.
بقول لك ايه، وصلني الاول الطريق وبعد اللي يحصل يحصل. ابغى اقول لمناع يرجع لي شنطه اللي في عربيته. راح اجيبها لك منه دلوقتي. ليه؟ وصلني الاول وبعد اللي يحصل يحصل. يلا يا كبير الفدرية، يا ابني خلينا نوصل الكبير. الله يحفظك يا مناع. امال فين شريط المواعظ اللي كنت بتشغله لي؟ بلاش تزرع حشيش يا امام، بطل الزرع الشيطاني دي. انت دلوقتي اللي جاي تقول لي نزرع حشيش. مش بخاطري يا همام، مش بخاطري. وين غصبك يا صاحبي؟ ايه اللي جبرك على كده؟ ما قدرتش اقول لا. لو كنت قلتها كان سلم لو راجل واخدها عليه الحكومه وطفش هو على بلده، وقتها الخراب كان هيعم علينا كلنا. يحط عليك انت، لكن يحط علينا ليه؟ ما عنديش حاجة بخاف عليها بسواج. خلاص نقول لهم يأمنون الحالي، والبركة فيك انت. هم جايبينك هنا علشان يهددوك براحتهم، لكن انا محدش يقدر يهددني. قصر الكلام ونقطع فرطه. هتحط يدك في يدي عشان ما يغلبوناش ولا تتصرف على هواك. شوف يا كبير ناسك، انا لو حطيت يدي في يدك الكلمة هتبقى كلمتك، والشورة تبقى شرطك، وانا عيب اكون كبير عيلتي وامشي على هواك ولا ايه؟ خلاص انت حر، بس اياك تطلب مني اي مساعده، وخلي الخواجات بتوعك ينفعوك. هينفعوني يا مناع، هينفعوني، ولو ما نفعنيش ابقى ازعطهم برا الناجح. اتفقنا، بس في حاجه تانيه. قول. هي الشنطه بتاعتك وصلتك ولا فيها حاجه ناقصه؟ شنطه مفيهاش حاجة تخاف عليها. كيف؟ دي فيها برشام من نوع جديد. ايه؟ ما استحملتوش؟ ما انا عرفت ان حديثك كان صح، ان انا كنت واهم نفسي بالكذب وعلاجي مع اللي معاه قلبي. بالاذن يا صاحبي. لبيكي لبيكي همام بين يديكي، وقاعد بيفكر فيكي، وبقاله ساعتين مستنيكي. ايه رايك في الغلوه الحلوه دي؟ حلوه قوي، بس قولي صح، انت مقدر انا مضحيه علشانك قد ايه؟ مقدر مقدر يا حبه عيني، بس لفين الدفتر؟ انا جبته، بس زي ما اتفقنا ما يبيتش عندك اكتر من يوم واحد، الا اوله شرط اخر نوري همام. ما تخافيش، انا دلوقتي عرفت انك بتحبيني صح، وانك شرياني، وانا اللي اشتريني ما بيعوش ابدا ابدا. لا ليه يا همام اتخوت في عقلك كلي؟ ما انت عارفه ان انا مخوض بيكي من زمان. لا اعجل، عايزين ربنا يتمها لنا على خير. عندك حق، احسن نقرا الدفتر ما نعرفوش نفهمه. انا كده عملت اللي علي والباقي عليك. انا كل غرضي انك ترفع راسك في النجاح، ما عايزاش حد يقول عنك انك خايب وزي عدمك. ما تخافيش، بس انت بس ادعي لي، ادعي لي انفع. اما نسمه لو نفعت من غير مناع اخوكي، ساعتها ما حدش في البلاد كلها هيقدر يرفض جوازي منك. ليه؟ لانك هتبقي مرات الكبير، والد الكبير، تبقي تجيب لنا كبير صغير بس يكون حلو زيك. لو تسمع كلامي يا بني ممكن نتخلص منه وتستمر انت مكانه هنا، لان الكل مرحب بينا. الكل مرحب بينا عشان مناع، لو جرى اي حاجه لمناع اهله هياكلوا لحمنا ني. دي فرصه وهو متورط في قضيه مصنع السماد اننا نفتح باقي ملفه، بالشكل ده هيكون مصيره الاعدام. افتح يا ستيف. بركولي بركولي كلكم، بارك لك خواجه، بارك لك خواجه. خلاص خلاص يا خواجه، المقادير بقت في يدي. اها المقادير اها.
قول لي مبروك يا هناء يا ملك النجع كله. قول ارجعهم وبارك لك ولبسك التاج كمان. طالما فيها تاج رجعهم براحتك. اقعد يا خواجه اقعد. رجعهم براحتك. رجعهم براحتك يا خواجه. وريني من دولي ستيف وجو. يا خواجه طمني وحياة ابوك. برافو عليك يا جو. هي مش واضحه قوي ولكن تنفع. الحمد لله. يعني ايه خلاص يا خواجه هتوفي بوعدك معايا؟ عايز تبقى الملك يا همام؟ وقبل ما ابقى الملك لازم نتعلمني سر الطبخه. ليه؟ عشان محتاجش لا المناع ولا الغير مناع. وانت فكرك يعني ان مناع هيسيبنا كده بالسهل؟ ده ممكن يهجم علينا هو وعيلته ويقتلنا كلنا وساعتها ما نلاقيش حد يحمينا منه. يعني ايه تقصد؟ ايه عايزين نقتل مناع؟ سيب الحكايه دي علينا احنا. لو الحكايه دي حصلت يا خواجه الدنيا هتولع. ده في حاله معيله مناع تتهمنا احنا بقتله، ولكن لو اتهمت الحكومه احنا مالنا. يا سلام عليك يا خواجه. اما لو حصل الموضوع ده نعيش خدامكم العمر كله. شيك هاندز. شيك هاند يا خواجه. شيك هاند. ستيف تحت امرك يا برو. نفس خلينا نخلص بقى. اكدي يا همام ده اخرة المعروف. اخص عليك بس لما اشوفك. ولما تشوفيني هتعملي ايه؟ طب انا قدامك ها. انا زمجانة منك. ليه؟ كيف تهملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش كل اهل الناجع مشغولين في الارض وفي المحصول. اقعدي. طب لفين؟ لفين الهبابة السودة دي؟ ادي الساعة مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع؟ مناع خلاص مش هيعاود نجع من تاني. ليه؟ اخوي جرى له حاجة وليه؟ ما فوش حاجة بس زي ما تقولك دي يعني ولف على العيشة الطرية. ما بقاش لادد عليه الناجع ولا اهل الناجع ولا عاد يسأل في اهل الناجع كلهم. عشان كده احنا لازم انا وانتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام عمال تلف وتدور علي؟ انا فكرت يا نسمة ولقيت ان احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي ايه؟ نتجاوزه. كيف؟ انا اقول لك كيف. كيف؟ شوف يا نسمة انا الليلة دي مش هسيبك غير لما تقولي مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرى لك ايه يا همام؟ فيك ايه؟ قولي يا نسمة. اقول ايه؟ ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. بعد عني حمليني. حمليني. ما فيش راجل. فعلني يا اخر مكالمة عملها مناع كانت في المنطقة دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربية نقل في منطقة تانية خالص. يبقى اكيد رماه بعد ما خلص المكالمة. بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته. علشان كده انا بعت قوه تحاصر المنطقه وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه قبل ما يهربوه عن طريق الصحراء. الو ايه بتقول؟ ايه البيوت كلها فاضيه والارض ما فيهاش مخلوق؟ امال فين تحرياتك يا حضره الضابط؟ اسمع خلي القوه كلها تعسكر هناك وانا هبعت لك امدادات فوريه. عاوز المنطقه بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. ايه الحكايه؟ هي عيلتي كلها هربت معاه ولا ايه؟ لو راحوا فين هجيبهم. يعني هجيبهم ليه يا همام؟ عملت فيك ايه؟ عملت لك ايه؟ خلاص يا بت هتعمل لنا حكاوه. اروح لاهلي كيف؟ اقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي. هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. وهل يسكتوا؟ كان يميزة وتفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جيتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك وما فيش لوم على راجل. كده يعني شهامتك ورجلتك معاي؟ طيب يا همام هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر وجيت وراها لحد هنا وانت شوفتني وتهجمت علي.
شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعملي ايه؟ تعالي تعالي انا خلالك، تعالي هنا تفضحيني ولا ايه؟ بعد عني بعد عني، مادام فضحتني يبقى هفضحك يا ناس. اقدمي اقدمي خشمك، مادام تفضحيني يبقى الخلاص مني سهول. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي اسكتي يا خلالك. انك شفت حاجه، لو نسالك لتقول كلمه واحده انا هقطعهولك، فاهم ولا لا؟ تعال معايا تعال. هيوقف بيني وبينهم هطحن. فين يا شوقي؟ ربنا كانت هنا، راحت فين؟ الدم اهو، مصيبه لا يكون لجيوها. يا بوي يا بوي يا غناع خبرات يا بوي. بنتي يا نسمة، بنتي بنتي نسمة نسمة نسمة، ايه اللي صابك يا بنتي؟ نسمة، مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلام نسمة فوق وكلمين. اسمع اسمع، رد علي يا بنتي، رد علي يا بنتي، بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يا امه يا مرحي، امر الله نفس. معلش اسمع وانا صوت. رد علي يا نسمة، رد علي يا بنتي. اجمع الرجاله والسلاح وامن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت في الكبله. خدت بطار عيلتي، خدت بطار عيلتي، قطعت دم من عيلة حسان، خدت بطار عيلتي. قوموا يا همام، قوموا قبل ما يقتلونا. حمل حمل اللي عايز يموت. عملتها يا همام، ورحمة اللي مات وما أرحمك. مناع، إيه؟ عايز تقتلني يا صاحبي؟ مش هتلحق يا مناع، مش هتلحق يا صاحبي، لأن أنا اللي هقتلك. اقتلني اقتلني يا مناع، انت معاك سلاح انا ما معيش. مين قال لك اني هقتلك بالسلاح يا خسيس؟ مش هتقدر تغلبني المره دي يا مناع. عارف ليه؟ لانك لو قتلتني هبقى برضه انا اللي غالبك يا مناع، هبقى برضه انا اللي غالبك، عشان قتلي مش هيرد لك شرف اختك يا مناع. شرف اختي دمها غسل عارها، لكن دمك انت الزفر، هنجس بالارض اللي خربتها. مناع، عارف الخنجر ده؟ الخنجر ده مناع، انت فاكره زين؟ خنجر المسموم، المسموم يا مناع. كيف ما قتلت عمي بيه؟ انا هقتلك. يكفاك يكفاك ان انا معرفش ان انت قتلت عمي. ها هقتلك يا مناع، هقطع ضيق. هقتلك يا مناع، مناع مناع قتلك يا مناع. اه
مناع! انت تصبت يا مناع! ده الخنجر مسموم! ما عادتش تفرق يا لافي. مناع! مناع! الحكومة ناسها في الجبل! نضرب عليها النار ولا ايه؟ خلاص يا زازور، ما عادش لي حاجة عايش عشانها. كل حي يعمل ما بداله. بعد عمل التحريات اللازمة، قامت قوات الأمن بالتعاون مع سلاح الجو في حرس الحدود بتمشيط المنطقة بالكامل ومحاصرة المجرمين والتعامل معهم والقضاء عليهم دون تعريض حياة جندي واحد للخطر. وقد تم اقتحام مملكة الجبل والسيطرة عليهم بالكامل وضبط كمية كبيرة من أطنان الحشيش والأسلحة. تعال راجل، انت تعرف جثة مين دي؟ ايوه، ده من على حويطي، شفت امبارح في العركب اللبسه ده. مين اللي قطع راسه؟ قطع الادام، كل الرجاله راحت عليه. العوض منك العوض يا رب. بس احنا فندم لازم ناخد البصمات ونعمل تحليل الدي ان ايه. بلا بصمات وبلا دي ان ايه، هو ده مناع الحويطي. خلصنا. قد تم القضاء نهائيا على بؤر الفساد وقتل افراد العصابات وزعيمهم مناع حسان وجار التحقيق مع من تم القبض عليه.